السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم اخواني واهلا وسهلا بكم، وفيديو جديد حول تمارين آلة العود وتمارين الغناء العربي. رحب بكم وجمل ترحيب، ومعاكم زياد هادي أستاذ آلة العود والغناء في معهد الموسيقى في بغداد. تحياتي لكم، واليوم احنا عندنا في فيديوهاتنا الجديدة عندنا خطة متكاملة حول إمكانيتك وكيف تقوي نفسك بتمارين الأصابع وتمارين الريشة اللي هي راح نبدي بها على ضوء الفيديوهات القادمة، حتى يكون كل فيديو انه يقوي اصابعك والريشة، وهي هاي ضرورية للمبتدئ وضرورية للتعلم وضرورية للهاوي. يعني احنا مو كل شيء نضل نتعلم فقط نوطة او اغاني او اغنية او اغنية او اغنيتين او ثلاث اغاني على مود انه نعلم نفسنا، لا، التعليم الصحيح والحقيقي هو تمرين الريشة وتمرين الاصابع. قبل ما أبدي في موضوع الدورات الموسيقية، الدورات الموسيقية 8 محاضرة شهريا أونلاين مباشرة وياي، لكل أصدقائي هذا الإعلان، 8 محاضرات شهريا باشتراك شهري، ممكن من خلال رقم الهاتف الموجود في الصورة وأيضا رقم الهاتف الموجود أسفل الفيديو تقدرون تتصلون به. وأهلا وسهلا بكم. لاحظ هذا التمرين اللي أمامكم، نشوفه، تمرين رقم 14. طبعا هذا إحدى المناهج المستخدمة بالوطن العربي وخاصة في لبنان والعراق ومصر. هذا من التمارين المهمة اللي هو تمرين علامة الكروش من علامة أو مع علامة البلانش. فراح تكون طبعا أول بداية هذا مفتاح صول بداية التمرين، ثم 4×4 هذا يسمى الميزان الموسيقي اللي يمشي أو تمشي عليه القطعة الموسيقية، وهو عبارة عن رقم في الأعلى ورقم في الأسفل. الرقم في الأعلى عدد الضربات الموجودة اللي أريدها من عندك في البار الواحد أو المؤلف اللي يريدها، يعني أريد 4 ضربات في البار الواحد على 4 اللي هي من نوعية الكروشات أو بلانش أو 4 نوارات مثلا. فنبدي نقول هذا التمرين قدامكم، نلاحظ راح نعزفه لكم، اقرار كيميو سولفيج. طبعا هذا دو، هذا الدو قرار بالعود اللي هو اصبع الثالث على الوتر الثامن. فراح يكون عندنا دو ري مي فا صول. هنا البلانش هو التمريش، انا اختصرت هنا خليته 4 ريش حتى يكون التمرين متكامل، والكروشات على ريشه ريشه، فيكون عندك دو هابط ري صاعد مي هابط فا صاعد صال 4 ريش. فيصير عندنا كالتالي، يصير عندنا دو ري مي فا صال. اوكي، راح يكون ترتيبه وفق ما قلت لكم بيه بالصوت والنوطه، ودائما اصدقائي اكد على النوطه الموسيقيه، ضروري انه تقرونها وتحافظون عليها. وراح يصير تمرينكم كالتالي، الان راح يصير دو ري مي فا صال. ريشتين هي 4 ريشين وار، بس انا اختصرته. اوكي، سال فا مي ري دو صول لا سي دو ري سال لا سي دو ري
اختصرته، كل شيء اختصرته بالقريش. يعني مثلا عندك البلانش هو اساسا احنا ناخذه 8 ريش، انا سويته هنا 4 ريش، والانوار يكون عندك هو اساسا 4 ريش، فسويته ريشتين حتى تتقوى عندكم. لذلك انت راح تعزف راح يصير عندك كالتالي. ويصير اسرع. تتقوى ريشتك. انتظركم اخواني دائما بكل ملاحظاتكم ودعمكم باللايك والاشتراك بهذا القناة، اضافة لملاحظاتكم حتى نقدر نطرح لكم الاشياء الجديدة او الجديد ونضيف لكم اياها. وتحياتي لكم، واتمنى انه استفادتوا من هذا الفيديو، ولا تنسوا اللايك والاشتراك، واللي عجبه يشترك في الدورات الخاصة بالتعلم العود والغناء العربي. تحياتي لكم، مع السلامة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.